هيطلق صافرته بعد هذه الكرة. في انتظار زيزو، تقدم تنفيذ زيزو فوق الجميع، رأسية خطيرة، جول 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 الثاني للزمالك حسام عبد المجيد. الزمالك النهاردة يقدم سيمفونية، يطرب يمتع على أرض الملعب، يقدم كرة قدم جميلة. 2-0 الأبيض الزمالكاوي، حسام عبد المجيد يتقدم بثاني الأهداف والكرات الثابتة. يعود الزمالك من جديد، من جديد تحت أنظار المدير الفني الجديد، يعود من جديد بهدف ثاني للتسجيل من كرة ثابتة. حسام شوف الكرة، شوف العرضية من زيزو، يصنع هدفه التاسع. حسام عبد المجيد يرتقي ويرتقي بعلم الزمالك عاليا، يتقدم الزمالك 2-0، يضرب بهدفين، يسجل الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول. 2-0 حسام عبد المجيد والكرات الثابتة. دايما بقول عشق لا ينتهي ما بين الزمالك والكرات الثابتة. عاد الزمالك لاستغلال الكرات الثابتة، يتقدم 2-0 على هذا الهدف، يطلق صافرته ويكون حكم اللقاء الكابتن أحمد الغندور بنهاية الشوط الأول بتقدم زملكاوي 2-0.